والحيوانات المفترسة مترصدة للحيوانات الأخرى لتفترسها وتتخذ منها وجبة يومية لها. كما أنه من الممكن أن يتعدى ذلك إلى أن تفترس الحيوانات المفترسة بعضها البعض. وهذا ما يسمى بصراع البغاء. وتنتشر الحيوانات المفترسة في مختلف أنحاء العالم، وخاصة المناطق الصحراوية والمناطق القطبية الباردة وقمم الجبال والمحيطات أيضا. وتحتل الأسود المرتبة الثانية من حيث القوة بين الحيوانات المفترسة في العالم. تمساح شجاع يتربص بالأسود ليفترسها. ويصنف التمساح من الزواحف ويعتبر أخطرها على الإطلاق. تمساح شجاع يحاول افتراس مجموعة من الأسود. يعرف الأسد أنه ملك الغابة، ولكن عندما تكون المعركة في المياه فإن التمساح له الغلبة. تمساح شجاع يهاجم لبؤتين بكل شجاعة وضراوة. والأسد هو أحد الحيوانات الضخمة التي تنتمي لفصيلة السنوريات. وصراع الأسود مع التماسيح قائم منذ أزل. ويعرف الأسد أنه ملك الغابة بلا منازع. الأسود وصراعها الدائم مع التماسيح. صراع الأسود مع التماسيح صراع لا ينتهي. صراع من أجل البقاء. التمساح من الحيوانات البرلمائية، أي التي يمكن أن تعيش في البر وفي الماء. حتى ملك الغابة يتجنب المواجهة مع التماسيح ويخشاها. يعتبر الأسد رمزا للقوة والضراوة عبر العصور المختلفة. وهو حيوان من الثدييات، من ربع آكلات اللحوم، من عائلة السنوريات. تمتلك سبعات أجسام قوية يغطيها فرو أصفر ذهبي. ويختلف ذكر الأسد عن الأنثى من ناحية الحجم والشكل، حيث تعد الأنثى أقل حجما من الذكر، وهي تمتلك فروا بنيا مصفر وتفتقر إلى اللبدة، وهو الفرو الصوفي الكثيف المحيط بالوجه والذي يغطي رقبة الأسد الذكر. ويختلف لونه من الأشقر إلى البني المحمر إلى الأسود. تعد الأسود النوع الوحيد من القطط الذي يكون مجموعات اجتماعية، خلافا للقطط الأخرى التي تعيش منفردة. وتتكون هذه المجموعات عادة من حوالي 5 إناث وذكرين وأطفالهم، وقد يصل عدد المجموعة الواحدة إلى 40 فردا. عاشت الأسود قديما في قارة إفريقيا وآسيا وأوروبا، ولكنها تعيش الآن في قارة إفريقيا فقط، حيث توجد المياه تكثر الفرائس.
المفترس والفريسة صاعوا من أجل البقاء. التماسيح تطارد كل من يضع قدمي أرض البحيرة. القانون السائد للحياة البرية في كلمات قليلة. اسعى من أجل غذائك، ولكن حذاري، فربما تكون أنت وجبة العشاء القادمة لكائن آخر يبحث عنك. قانون الغاب، البقاء للأقوى. وهذا القانون يحقق للأنظمة البيئية الاتزان. من جانب المفترس، يهمه أن تكون مهارات المطاردة والقمص لديه في أوج كفاءتها. أما الفريسة فإنها تستعين بكل وسائل الدفاع المتاحة لدرء الخطر عن نفسها، وهي دفاعات إيجابية للقادرين وسلبية لمن لا يملكون قدرات عضلية وأنياب حادة. وفي اعتقادنا أن صفة سلبية لا تعني انتقاصا من فكر هذه الكائنات التي تبدو ضعيفة، إنها برأينا لا تقل قوة عن تلك التي تكف عن استعراض قوة عضلاتها وحدة أنيابها وتفوقها في أعمال الكر والفر وإثارة الغبار. إنها كائنات حكيمة خبيرة باقتصاديات القوة، تقبأ في مشبئها، وقد أدركت بعمق حقيقة العلاقات والأوضاع حولها، فتجري حساباتها بأسرع ما يكون وتقوم بتقدير الموقف. واتخاذ القرار بلا تردد. شاهد معنا أقوى صراع للطباع والأسود المفترسة. لا عجب إذن أن ينجح مئات بل آلاف الأنواع من هذه الحيوانات التي ترتضي الدفاعات السلبية أسلوبا لها في الاحتفاظ بمواقعها على خريطة الحياة. اللبؤات تطارد الحمار الوحشي. الحمار الوحشي يحاول أن يدافع عن نفسه بكل ما أوتي من قوة لإنقاذ صغيره. المفترس والفريسة وصراع البقاء. قانون الغاب، البقاء للأقوى. تبقى الحيوانات المفترسة مترصدة للحيوانات الأخرى لتفترسها وتتخذ منها وجبة يومية لها. وقد تفترس الحيوانات المفترسة بعضها البعض، وهذا ما يسمى بصراع البقاء. وتنتشر الحيوانات في مختلف أنحاء العالم، وخاصة المناطق الصحراوية. وتعتمد الحيوانات المفترسة على بعض الأساليب القتالية في الدفاع عن النفس، ومنها المخالب الحادة والأنياب والأسنان الحادة. الأسود المفترسة تهاجم صغار الحمار الوحشي. الحمار الوحشي يحاول أن يدافع عن صغيره بكل ما أوتي من قوة. وتستخدم الحيوانات المفترسة المخالب والأنياب في اصطياد فرائسها، كما تعتمد على ما تمتلكه من حواس قوية للوصول إلى الفريسة، وهي الشم والنظر والسمع.
وتصنف الحيوانات المفترسة من الحيوانات الذكية نظرا لما تتبعه من أساليب كالتمويه أو التربص لصيد الفريسة. تعتبر بعض الحيوانات المفترسة انتهازية نظرا لانتهازها أي فرصة لأكل أي شيء يقتربها، وتكون الفريسة في كل الأحوال هي قادرة على الهرب. الأسد هو ملك الحيوانات بلا منازع، وهو أحد الحيوانات الضخمة التي تنتمي لفصيلة السنوريات